زملاء الشهداء، ولكن تذاع ليه هو ولكل الشهداء. تعالوا نسمع الأغنية لأول مرة، ماذا قال الشهيد البطل محمد وهبة، كلمات الأغنية اللي كتبها ولحنها وغناها بصوته. فاكر أنا كم واحد راح من هنا، مشي من هناك أو من هنا، مش فارقة فات كم سنة، ما بنعدش مش بالعدد. كم أم حزنت عالولد، سبت البطل زي الوتد، قال المهم ان البلد ما تتهدش، ودينا جايين في كام يوم، في 25 راح منا، ودينا رايحين نعيش فاكرين. يا أمي بلاش تحزني تبكي، لأنه مجاش بتترجم بكم فيك عاش، ودول عايشين. وفي كل ليله سحل النهار علشان يطمن بس غيره، أصل اللي كان على طول داير في تفكير، ورقة كتب فيها الشهادة حدد مصيره، وفي عز دقته قرر يواجه، ولا عمره وجعه سمعته، ولما جه واخد له حق شهيد سكته، رد وقال حقه مرحش ولا حق غيره. ودينا جايين في كام يوم، في 25 راح منا، ودينا رايحين نعيش فاكرين. يا أمي بلاش تحزني تبكي، لأنه مجاش بتترجم بكم فيك عاش، ودول عايشين. ربنا يرحمك يا بطل. كلمات الأغنية بيتكلمكم من يوم 25، كام واحد راحوا من 25، كام شهيد. اللي كاتب الكلام ده واللي بيغنيه هو الشهيد البطل محمد وهبة، اللي استشهد امبارح ما كانش يعرف، ما كانش يعرف. الشهيد أيمن حاتم كمان لما يوم بيان اللي ألقاه السيد الرئيس وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بيان 3/7، الشهيد أيمن حاتم اللي قدام حضراتكم لما كتب وقال بدأ عصر الاغتيالات، وكان في اليوم ده قابض على إرهابي من التنظيم الإخواني الإرهابي ونشر صورته. وانا هنا بناشد ايضا كل رجال الشرطه، من فضلكم كفايه نشر صوركم على صفحاتكم، كفايه لو سمحتوا، لانها اصبحت اداه اولا الارهابيين بيستغلوها، وبياخدوا هذه الصور وبيشتغلوا عليها وبيجيبوا عناوين، لان هم خلوا بالكم، ما احنا في مؤسسات البلد فيها اخوان لحد النهارده، لم يتم تطهير البلد من الاخوان حتى هذه اللحظه دي. دي الصوره اهو، وكاتب اهو ارحل، اللي هو على الجاسوس محمد مرسي اهو، على سترته كاتب اهو ارحل، وقبض على واحد من عصابه الاخوان الارهابيين ولقى معاه خنجر، وطبعا معاه الحاجات اللي هي بتاعه تنظيم القاعده والحاجات ديت اللي قدام حضراتكم. ما قتلوش يعني، هو لو 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 الشهيد ايمن يعني ضميره يعني مش صاحي كان قتله، حد هيحاسبه اقتله، ولكن ما قتلوش، قبض عليه بس. يعني انه قبض على واحد وايديه لم تلوث بالدم ويجي يتم اغتياله، ما شاركش في عمليات، ما قتلش حد،
ولكن هؤلاء هم الإخوان، هدفه إن أنا أصفي، بيصفي في الجيش، بيصفي في الشرطة، وبيصفي في الناس وفي القضاء. هو عنده خطة للتصفيات. خلينا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل